أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بعد فوز الإمارات برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات ممثلة بالكابتن محمد بن سليم ورئاسة الإنتربول ممثلة في اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ها هي بلادنا ترأس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بقيادة المهندس عمران شرف. وفي هذا الأسبوع حافظت جمعية الصحفيين الإماراتية على مقعدها في الاتحاد الدولي للصحفيين، كما فازت بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحفيين ممثلة برئيس مجلس الإدارة محمد الحمادي. كلها دلالات وإشارات صريحة على ثقة العالم بالإمارات، فالنجاحات التي حققتها الدولة في 50 عاما في المعادلات الطبيعية مستحيلة. فما هي أسباب ثقة العالم بالإمارات؟ وكيف بإمكاننا الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها؟ محمد الحمادي يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها كضيف معنا في 30 دقيقة، فابقوا معنا. واصلت دولة الإمارات تعزيز حضورها الفاعل في أرفع المنظمات والهيئات والمجالس الدولية عبر توالي الإنجازات المرتبطة بانتخابها أو فوز كفاءاتها الوطنية برئاسة أو عضوية تلك المؤسسات، ما يعكس حجم الثقة العالمية بالدولة وكفاءاتها في المجالات والقضايا كافة. في 2021 أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول عن فوز مرشح دولة الإمارات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بمنصب رئيس الإنتربول لمدة 4 سنوات، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الذي عقد في اسطنبول. كما فاز محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية برئاسة الاتحاد الدولي للسيارات ليكون أول إماراتي وشخص غير أوروبي يتولى رئاسة الاتحاد المسؤول على تنظيم أقوى سباقات السيارات في العالم. وفي العام الحالي تتواصل الإنجازات، وذلك بانتخاب المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وهي إحدى أكبر اللجان في الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 100 دولة. كما حافظت دولة الإمارات على مقعدها في الاتحاد الدولي للصحفيين IFJ إثر فوز محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية في الانتخابات التي جرت لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد. وكان الحمادي قد فاز بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحفيين لتسجل دولة الإمارات حضورا قويا ومميزا في التجمعات الصحفية القارية والعالمية. إذن الإنجازات في دولة الإمارات مستمرة ولا تتوقف، انطلاقا من قيادة رشيدة تستشرف آفاق المستقبل المزدهر لتبقى راية الوطن خفاقة عالية بسواعد أبنائه المخلصين. استشراف المستقبل يبدأ بفكرة تتخطى حدود الخيال ولا يتسعها أي فضاء. قد تبدو كخطوة صغيرة نحو الأمام لتصبح قفزة هائلة تتسارع بنا كآلة الزمن نحو الغد، لتجسد أمام أعيننا تصوراً عن تطور الحياة في شتى المجالات. رحلة نأخذكم فيها عبر عالم التكنولوجيا، نستعرض من خلالها أحدث الأفكار والابتكارات المطبقة في دولة الإمارات من أجل توفير حلول مستقبلية تواجه تحديات العصر في نحو المستقبل. يومياً 11 مساءً بتوقيت أبوظبي، 10 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي.
أرحب بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ويطيب لي أن أرحب بضيفي في حلقة اليوم سعادة محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الإماراتيين. أهلا ومرحبا بك سعادتك، سعداء بوجودك معنا. وأبدأ معك بداية بالمباركة على المنصب الجديد، وهو عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي والحفاظ على عضويتكم في الاتحاد الدولي للصحفيين. نعم، شكرا جزيلا أول شيء دكتور. اليوم حقيقة هذه التهنئة لوطننا الغالي، لدولة الإمارات ولقيادتنا الحكيمة حقيقة، وكذلك تهنئة لجميع زملاء الصحفيين والإعلاميين. هذا الإنجاز الكبير حقيقة جاء بعد جهد وبعد عمل، ولكن الأهم من ذلك أنا دائما أقول نحن كإماراتيين محظوظين، لأن نحن من دولة وتحت قيادة لديها سمعة جميلة ورائعة في العالم. لذلك عندما نأتي وندخل في هذه المحافل الدولية والإقليمية نجد أن الأرضية إلى حد كبير ممهدة وتساعدنا، سمعة دولة الإمارات تساعدنا، كذلك مكانة قيادة دولة الإمارات في العالم، أن هناك ثقة في دولة الإمارات، ثقة بأن وجود دولة الإمارات في هذه المحافل سيكون إضافة حقيقية لهذه المحافل. بلا شك يعني الإنجاز يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى جهد، وليس من السهل حقيقة. دائما الانتخابات الدولية والإقليمية تكون معقدة وتحتاج إلى عمل كبير وجهد كبير، لكن كذلك نحن من خلال الخبرة المتراكمة، العلاقات المتراكمة مع الزملاء في القطاع الإعلامي في العالم وفي آسيا، استطعنا أن نتواجد وبقوة الحمد لله. الله يعطيكم الصحة والعافية. هذه نبارك بداية، أنا نسيت أبارك بداية، هي للدولة، لدولة الإمارات، ثم لجميع الإعلاميين ولشخصك الكريم أستاذ محمد على هذا المجهود الكبير وعلى هذه المكانة، يعني وإنجازات الإمارات وإنجازات شباب دولة الإمارات تتوالى. واليوم موضوعنا سعادتك عن ثقة العالم في الإمارات، يعني أود أن أبدأ معك عن أسباب هذه الثقة. لماذا يثق العالم في دولة الإمارات وفي أبناء دولة الإمارات؟ نعم، اليوم نحن حقيقة في هذا العالم الذي نعيش فيه بحاجة دائما إلى أن نثبت وجودنا. أي دولة بحاجة أن تثبت وجودها، بحاجة الشيء الثاني أن تثبت مصداقيتها، وكذلك أن تثبت تعاونها مع الآخرين. دولة الإمارات اختارت هذا النهج التكاملي التعاوني المتضامن مع العالم في كل شيء. فقيادة دولة الإمارات حقيقة منذ 50 عام والسنوات الأخيرة بشكل أكبر وأوضح أصبحت جزء مهم في المجتمع الدولي، جزء فاعل مشارك داعم. لذلك اليوم نجد أن سمعة دولة الإمارات في العالم سمعة ممتازة، وكذلك احترامها حقيقة بين دول العالم احترام ممتاز. ويعني ربما أوضح مثال لهذا الأمر وجودنا في مجلس الأمن، انتخاب دولة الإمارات في مجلس الأمن، وكانت الإمارات مترأسة مجلس الأمن في شهر مارس الماضي. هذا القبول الدولي حقيقة جاء لأن اليوم قيادة دولة الإمارات متعاونة مع الجميع، تبني الجسور، تريد أن تشارك في القرارات التي تخدم المجتمع الدولي. ربما هذا كذلك الدور ليس بالبسيط على دولة صغيرة جغرافيا، لكن نحن كسرنا الجغرافيا وانطلقنا إلى العالم لنقول للعالم نحن معكم، نحن شركاء في هذا العالم وفي كل المجالات، حتى المجال البيئي الذي حقيقة أثبتت في دولة الإمارات حضورها وتواجدها. لذلك أنا أعتقد اليوم قيادتنا ولله الحمد نجحت نجاح كبير، وهذا الأمر نشوفه حقيقة متواصل. ربما شخصية الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله لها تأثير كبير حقيقة يعني في هذا الأمر. أستاذ محمد، أنت تتكلم الآن، لا تتكلم عن الماديات، لا تتكلم عن مشاريع وعن أموال، لكنك تتكلم عن أخلاقيات، تتكلم اليوم عن المصداقية، عن الكلمة، مصداقية الكلمة والانفتاح على العالم. يعني دعني أعود معك إلى الأساسات، يعني نحن الآن في مرحلة الانطلاق إلى المئوية، كان عهد الشيخ خليفة الله يرحمه هو عهد التمكين، وكان عهد الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له كان عهد التأسيس. في عهد التأسيس نحن نتكلم عن دولة عمرها فقط 50 عام، وإن كانت المنطقة بأهلها آلاف السنوات وقبائلها، ولكن كدولة مسجلة في الأمم المتحدة 50 سنة. صحيح. التربية، الشيخ زايد الله يرحمه، ماذا غرس الشيخ زايد؟ ماذا علمنا الشيخ زايد؟
الشيخ زايد رحمه الله منذ اليوم الأول كان رسالته الواضحة لكل إماراتي أن نحن مع العالم، نحن جزء من هذا العالم، يجب أن نحترم العالم. وربما المقيمين في دولة الإمارات منذ بداية السبعينات كانوا يسمعون هذا الكلام من الشيخ زايد رحمه الله عندما كان يدعو دائما إلى عدم التفريق في الخدمات، في الدعم بين المواطنين والمقيمين. لذلك هذا النهج استمر في عهد الشيخ خليفة رحمه الله، واليوم مستمر في عهد الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمره. والشيخ محمد ربما يعني شخصيته المنفتحة بشكل كبير حقيقة مع الجميع خلال السنوات الماضية عكست هذا الأمر بشكل واضح. اليوم دولة الإمارات كما تفضل دكتور دولة يعني لا تعتمد فقط على البترول وعلى الثروات المادية، البترول لدى الجميع صحيح، اليوم نحن عندنا ثروة معنوية، ثروة أخلاقية، عندنا التزام، عندنا مسألة التضامن الإنساني والتضامن العالمي في دولة الإمارات موجود، ودول العالم المتقدمة كلها حقيقة تحترم هذه القيم، ليست قيم الصناديق فقط، لا، قيم الأخلاق والقلوب والعقول هذه كلها مهمة بالنسبة لنا اليوم. لذلك أنا أعتقد اليوم سواء أنا أو غيري من إخواني المواطنين الذين نجحوا حقيقة في أنهم يكونون في مراكز قيادية إقليمية أو عالمية، هذا الأمر يعني جاء نتيجة تركيبة البلد، يعني ليس بفضلنا نحن فقط وإنما لأننا نحن جزء من هذه الدولة تحت هذه القيادة، وبالتالي نسير خلف نهج وبنهج قيادتنا، وبالتالي نصل اليوم نستطيع أن نحقق هذه الإنجازات الكبيرة. نحن نتكلم اليوم عنك أستاذ محمد، نتكلم عن الكابتن محمد بن سليم رئيس اتحاد السيارات، نتكلم عن سعادة اللواء أحمد الريسي رئيس الإنتربول أول عربي ومسلم يصل من 100 عام إلى هذا المنصب، منصب أمني صحيح. نتكلم أيضا عن عمران شرف الذي يتولى، المهندس عمران شرف اللي أيضا رفع راية الدولة كما رفعتموها ووصل إلى منصب أمن الفضاء الخارجي صحيح. اليوم كيف ترى وتقيم دعم الدولة لأبنائها سواء في التعليم سواء في الدعم سواء في رفع مكانة هذا المواطن، المواطن اليوم الإماراتي يتم رعايته منذ الولادة في مستشفى خاصة عندما تلد في مستشفى حكومية بالمجان إلى أن يتخرج من الجامعة هو بعناية الدولة، في المدرسة هو يدرس بالمجان مع كل الدعم، يصل إلى الجامعة كل أبواب الجامعات مشرعة وتشرع لأبناء الإمارات أبواب جامعات العالم في أرقى دول العالم. اليوم هذا الدعم كيف تقيمه، كيف تتابعه، وما أثره اليوم على شخصيتكم؟ اليوم ابن الإمارات يثق في نفسه، كيف تفسر هذه التركيبة؟ نعم، هذا الكلام مهم دكتور، لأن اليوم إذا لم تكن البيئة المحلية بيئة حاضنة وداعمة للثقة في النفس، للإبداع، للتقدم، للطموح، بلا شك أنت لن تستطيع أن تخرج إلى الخارج. كل الذين استطاعوا ونجحوا أن تكون لهم مراكز خارجية نجحوا في البداية هنا داخليا على أرض الوطن، وهذا النجاح كذلك لا يأتي من فراغ، يأتي بالتعاون، يأتي بالدعم. اليوم نحن نشكر حقيقة، وأنا أشكر حقيقة بشكل خاص قيادتنا أنها دائما دعمتنا، دعمت الشباب، فتحت المجالات حتى نكون موجودين وحاضرين. اليوم تثبت نفسك على أرض الوطن وبعد ذلك تنتقل كسفير للوطن في الخارج. هذه المواقع اللي اليوم نحن موجودين فيها هي مسؤولية، فإما أنك أنت تمثل الدولة بأجمل شكل وتكون في أجمل صورة وباحترام إضافي كذلك البلد، أو أنك تكون بشكل معاكس. لكن اليوم أنا أعتقد هذا الأمر كل إنسان موجود في منصب قيادي دولي أو إقليمي بلا شك يدرك أنه سفير للدولة. وهذا الأمر ربما كذلك يذكرني بكلمة الشيخ محمد بن زايد حفظه الله. أردت أن أقاطعك نعم. حتى أذكرك فيها كلمة عيال زايد بالضبط محمد. لما الشيخ الله يحفظ الشيخ محمد قال أن عيال زايد سفراء، كل واحد يخرج من أرض الإمارات من حدود هذه البلد هو سفير لدولته، فبالتالي يجب أن نحافظ على الشيء. طموحنا حتى ونحن موجودين خارج هذه الحدود أن نكون سفراء إيجابيين مشرفين لدولتنا ولقيادتنا ولكل مواطن على أرض دولة الإمارات. نعم، هناك أيضا الكثير من المحاور ولكن يبدو أن الجزء الأول قد انتهى لدينا، يعني لا أعلم كم دقيقة تبقى.
نعم. موضوع ما يزال لدينا بعض الوقت. دعم الدولة، هناك ميزة نراها يعني قد لا نتحسسها لأن اعتدنا عليها. يعني اليوم أنا عندما أذهب لقضاء أي شيء في أي مؤسسة أو حتى أذهب إلى السوبر ماركت أو أذهب إلى المول أسمع عشرات اللغات، أسمع أشاهد جميع أشقائنا العرب هنا في دولة الإمارات، أسمع لغات غريبة بعضها أدركها، يعني هذه اللغة كذا أو هذه اللغة كذا. فأنا اليوم حتى أني أعرف وأنت تعرف وجميعنا نعرف خصوصيات بعض الشعوب، خصوصيات بل كثير من الشعوب، نتكلم هذه الجنسية الغربية لا هذا يحب كذا، أفضل أن لا تسألوها عن كذا لأنها قد تكون محرجة لديهم. يعني بتنا نتعامل مع الجميع، نتعامل مع العالم هنا لدينا في دولة الإمارات. كيف اليوم هذا 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 التعامل ومعرفتك بدقائق وتفاصيل الأمور عن شعوب مثل شعوب بعيدة عنا جدا لكنها موجودة لدينا في الإمارات، كيف تنعكس اليوم على سلوكنا وفي الخارج؟ وماذا يفعل هؤلاء كسفراء لدولهم عندما يعودون؟ ماذا يقولون عن دولة الإمارات؟ نعم، في البداية نعتقد هذا التنوع والانفتاح في دولة الإمارات بلا شك أنه يساعدنا كثيرا حقيقة عندما نتعامل مع الآخر، سواء الآخر الذي معانا يعيش على أرض دولة الإمارات أو الآخر اللي موجود في الخارج. مثل ما تفضلت اليوم في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، حتى دول غير مسجلة في الأمم المتحدة هي موجودة بالضبط فموجودة، فبالتالي هذا التنوع مهم جدا. وربما نحن في الاتحاد الدولي للصحفيين ميزة هذا الاتحاد أنه في من كل دول العالم، أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أفريقيا، كل دول العالم موجودة. أعضاء طبعاً أعضاء هذا الاتحاد 600 ألف عضو، 600 ألف صحفي، ويعتبر أكبر منظمة. وبالتالي عندما نجتمع نحن هذه الدول كلها تجتمع بلا شك أنك أنت تشوف خليط من البشر، فبالتالي تعاملك معهم، كسبك ثقتهم، كسبك صوتهم كذلك في الانتخابات تحتاج إلى أنك أنت تعرف تتواصل معهم، كيف تتكلم، كيف تتواصل، وهذا الشيء ربما يساعدنا نحن. يعني نحن لأننا متربين على هالشيء نشوفه بالضبط، ونعرف هذه الجنسيات ونعرف ماذا يحبون وماذا لا يحبون بالضبط. فبالتالي التواصل مع الآخر أصبح سهل حقيقة لأن نحن أوردي متواصلين وإحنا في دولة الإمارات، وهذا هذه نعمة كبيرة أستاذ محمد، نحمد الله دائما عليها. القسم الأول من البرنامج أو الجزء الأول انتهى، نحن سوف أعود إليك عن أيضا السياح والسياحة، هذه أمور بسيطة قد تمر مرور الكرام ولكنها مهمة جدا في نقل سمعة الإمارات. أستاذ محمد الحمادي، مشاهدين الكرام نحن مستمرون ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. ستبقى ذكرى زايد ماثلة في الأذهان من جيل إلى جيل. كان الشخص اللي أجمع عليه كل رؤساء العالم تقريبا، دائما يؤكد على دور المرأة، فتح المجال أيضا للابتعاث. لم يقدم حاكم للتعليم مثل ما قدم الشيخ زايد، وضع لنا معايير. فهو مؤسس دولة وربان وطن، سمي الوطن بدار زايد، وحكيم نافذ البصيرة والبصر. شخصيات في مئوية زايد من الثلاثاء إلى السبت، 10:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 9:30 بتوقيت السعودية، على قناة أبوظبي. أرحب بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي الأستاذ محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين. نرحب بك مجددا أستاذ محمد. كنا تكلمنا عن الكثير من المحاور في الجزء الأول من البرنامج، أود أن أبدأ معك عن التسامح. اليوم لدينا تسامح مع جميع الأديان، هو ليس اليوم، هو من
من أيام الوالد المؤسس الشيخ زايد الله يرحمه، الشيخ خليفة والشيخ محمد بن زايد، انطلقوا في هذا التسامح إلى العالمية. فاليوم أصبحت هناك دور العبادة موجودة في الإمارات على فكرة من السبعينات، من 76 أعتقد أول قداس يقام، البابا فرانسيس أتى إلى هنا، وفضيلة الشيخ أحمد الطيب الدكتور أحمد الطيب وقع وثيقة الأخوة الإنسانية. كيف يؤثر التسامح اليوم على السمعة الإماراتية؟ نعم، أنا أعتقد قبل يعني أن نتكلم ربما عن التسامح وهذا مهم، نتكلم على جزئية مهمة، أن نحن في دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات فهمت الدين الإسلامي بشكل صحيح بالضبط. وبالتالي فكرة التسامح مارستها بشكل صحيح، وهذا مهم. هو تسامح وليس تنازل على فكرة بالضبط. يعني نعم، أنت اليوم لما تكون في مجتمع كبير في عالم مثل العالم اللي نعيش فيه في القرن 21، بلا شك أنه يجب أن يكون قراءتك للعلاقة مع الآخر علاقة صحيحة، قراءة صحيحة، ولا تكون محدودة ومغلقة للأسف الشديد كما كانت. لذلك الفهم المبكر حقيقة في مجتمع الإمارات للعلاقة مع الآخر وبالتالي قبول الآخر كان مهم جدا، وهذا الأمر حقيقة يعني ربما نحن نأرخ الأمر من 50 سنة، وخمسين سنة هي قيام الدولة النظامية في دولة الإمارات، تأسيس دولة الاتحاد. لكن قبل الوقت هذا كل الإمارات السبع، كل من يعيش فيها من يعني القادمين من الخارج من غير المسلمين مثلا أو حتى من المسلمين، لا يشعرون بأن هناك تفرقة ولا هناك مشكلة مع الآخر. يعني ربما يعني أوائل من أتوا هم الإنجليز والهنود، يعني كانوا موجودين كانوا مقبولين، يعني الهنود ما كانوا مسلمين، يعني كانوا هندوس كانوا سيخ كانوا هذه الديانات الأخرى، فبالتالي كان قبولهم مهم جدا. اليوم نحن في هذا الوقت حقيقة الذي زادت فيه النعرات والتمييز العنصري والتطرف والطائفية، دولة الإمارات لله الحمد استطاعت أن تحافظ على شخصيتها، تحافظ على فكرها، تحافظ على نموذجها البعيد تماما عن كل هذه الإشكاليات التي يعني تدمر أي مجتمع. لذلك اليوم نجد أن كل من يعيش على أرض دولة الإمارات هو يعتبر الإمارات بلده. صحيح، يعني الأجانب دائما يقول لك this is my home، يعني حتى ما يقول second home، يقول my home، يقول I'm going back home. يعني أعرف بعض الأصدقاء من دول أخرى يقول لك I'm going back home عن الإمارات. فهذه نعمة من رب العالمين أنا أعتقد، واليوم هذه تأكيد لنهج القيادة. اليوم نحن يجب كذلك يجب نكون متمسكين بهذا الشيء، وربما القانون اللي طلع مؤخرا كذلك مسألة قانون التمييز، نعم كان مهم جدا، لأن السلوكيات مهمة لكن القانون كذلك مهم يضبط ويجعل الأمر مقنن. اليوم هذه التركيبة كلها حقيقة تساعدنا نحن اليوم في حديثنا واللي احنا نتكلم على الموضوع، ان كيف نكسب ثقة الآخر، كيف نتعاون مع الآخر، كيف نتعايش مع الآخر، كيف نكون جزء من هذا المجتمع العالمي اللي قاعد يصغر يوم بعد يوم. يعني اليوم تقارب البشر يعني مختلف تماما عن قبل 20 سنة أو 30 سنة بالضبط. التطور التكنولوجي هذا خلانا قريبين قرية من بعض، قرية صغيرة، نعرف هموم بعض، نعرف كل شيء، فإما نحب بعض أو نكره بعض. فبالتالي أنا أعتقد العمل يجب أن يكون بالفكر اللي موجود في دولة الإمارات، أن نحب الآخر ونستطيع أن نتفاهم، فكرة التسامح والتعايش وقبول الجميع. لدينا كثير من الـ هي أخلاقيات في الإمارات، ما تجعل الإمارات هي الإمارات. هناك نقطة مهمة أيضا، يعني هي عامل من عوامل ثقة العالم بالإمارات، دعم المرأة. الإمارات تدعم المرأة، المرأة دائما هي أكثر من 60%، 65% من الوظائف الحكومية في دولة الإمارات تشغلها النساء. أول رئيسة مجلس وطني في منطقة الشرق الأوسط بالكامل هي معالي أمل القبيسي، 9 وزيرات، أو لدينا المندوبة الدائمة في الأمم المتحدة واليوم هي ترأس مجلس الأمن معالي السيدة لنا نسيبة. المرأة أستاذ محمد، كيف أثر اليوم دعم المرأة على ثقة العالم وسمعة الإمارات أيضا؟ بلا شك المرأة جزء مهم في أي مجتمع، واحترامها ووضعها في مكانها الصحيح أيضا مهم. يعني ما نستطيع أن نقول أن المرأة هي فقط نصف المجتمع، المرأة هي أكثر طبعا، يعني المرأة هي الأساس. لذلك احترام المرأة في دولة الإمارات احترام أساسي، مكانة المرأة يعني شيء أساسي في المجتمع، وبالتالي أنا أعتقد هذا القبول والتعايش والتناغم
في المجتمع، هذا مهم جدا حقيقة. اليوم المجتمع الصحي الذي يعني يقبل العنصرين، يقبل الرجل ولا يفرق بينهم في أي شيء، لذلك اليوم نجد أن المرأة تحصل على مكانتها، على حقوقها، على يعني مثلها مثل الرجل في دولة الإمارات. وهذا يعطي ليس من أجل أن نحن نقول يعني في المؤشرات العالمية وغيرها أن نحن لدينا هذه الأرقام من النساء وهذه النسبة، هذا شيء طيب، لكن الشيء الأهم أن كيف نحن نحترم المرأة فعليا وبشكل حقيقي. وهي ليست من باب الدعاية أستاذ محمد، الإمارات لا تقوم بها حتى ترضي العالم، هذا نهج إماراتي، نهج دكتور. والمرأة دائما كانت في دولة الإمارات عنصر فاعل، يعني حتى قبل تكون الدولة العصرية عندما كان الرجال يذهبون إلى الغوص من كان يدير البيت؟ 3 شهور. نعم. وعندما كان الرجال يذهبون إلى مزارعهم ويروحون إلى يعني أعمالهم من كان يدير البيت؟ المرأة كان. فبالتالي اليوم المرأة لها سلطة ولها دور ولها مكانة، وربما في الدولة الحديثة في دولة الإمارات مع قيام دولة الإمارات كانت الشيخة فاطمة الله يحفظها واعية لهذا الأمر، وكانت منذ اللحظة الأولى يعني الشيخ زايد الله يرحمه يبني البلد والشيخة فاطمة تبني الأسرة. فكانت هذه التركيبة مهمة جدا، لذلك نحن نجد إلى حد كبير الحمد لله مجتمعنا الصحي. نحن ما نقول ما عندنا مشاكل، كل المجتمعات فيها مشاكل، لكن بشكل عام أنا أعتقد نحن استطعنا حقيقة يعني أن نتجاوز كثير من المشاكل وأن نحاول أن نكون قدر الإمكان بصورة جيدة مشتركة. وهذا ينعكس عالميا. اليوم الوصول للقمة صعب، ولكن الأصعب من الوصول للقمة هو أن تحافظ على بقائك في القمة. صحيح. طبعا هذا الأمر جدا مهم، يعني مثل ما قلت يعني هذه النظرية صحيحة أن ممكن تصل لكن كيف تحافظ، كيف تستمر هناك. طيب هذا يعتمد على كيف أنك وصلت. طبعا طريقة الوصول دائما مهمة. أنا أعتقد عندما نفكر حقيقة نحن في وجودنا وتواجدنا العالمي وما شابه ذلك، يجب أن نفكر بأن نأخذ وقتنا الكافي في هذا الأمر، لا نحرق مراحل، لا نستعجل. يعني أنا أعتقد كل إخواننا وزملائنا اليوم اللي نجحوا فيه أنهم يكونون في مواقع مرموقة وصلوا لهذه الأماكن نتيجة عمل سنوات طويلة. يعني تفضلت قبل قليل محمد بن سليم، الكابتن محمد بن سليم، نحن من يوم صغار نشوفه يسوق سيارات دوم يفوز ما شاء الله موجود وكذا، فبالتالي عمل نفسه اسم ووجود وحضور. الأخ عمران اليوم اختياره كذلك نتيجة عمل، اليوم نحن دولة الإمارات وصلنا المريخ، مصبار الأمل. بالضبط. يعني هذا بفضل جهود الشباب، جهود عمران والفريق اللي معاه، وبالتالي العمل بشكل مستمر بشكل متواصل لفترة طويلة، عدم الاستعجال في قطف الثمار، هذا مهم جدا حتى نحافظ حقيقة على هذه الإنجازات. وبالتالي في جميع الأحوال نحن نقول أن أي إنسان يصل إلى منصب لن يدوم فيه على طول وإلى الأبد، صحيح. فأنت تصل لتترك، لكن تترك كمان ببصمة إيجابية، بسجل مشرف، بسمعة يذكرها الناس دائما عن وجودك في المرحلة التي كنت فيها موجود. أيضا هناك يعني وخلال فترة كورونا تحديدا، يعني لو في دقيقة تحدثنا عن المساعدات الإماراتية، كيف كانت هذه المساعدات؟ يعني أنا أحد رجالات الهلال الأحمر قال لي حاولنا أن فقط أن يعني نتابع ما قدمه الشيخ زايد، قال لم نستطع أن نحصي. يعني هناك مناطق تم تسميتها في أفريقيا باسم الشيخ زايد الله يرحمه، من شدة عطائه كانت مساعدات أيديه مفتوحة. لكن في دقيقة أستاذ محمد، المساعدات هاي كيف تؤثر على السمعة؟ نحن لين اليوم نكتشف أن مثل ما تفضلت أن في مساعدات وفي أيادي بيضاء وفي بصمات لدولة الإمارات في الخارج لم نكن نعلم عنها، يعني من كثر لقاءاتنا بالعالم نكتشف هذه الأشياء. لكن في أزمة كورونا كما تفضلت الإمارات برهنت وأكدت على مفهوم عالمي مهم جدا وهو التضامن الإنساني، كيف أن دولة الإمارات سخرت كل إمكانياتها بما تستطيع أن تكون عون للآخرين، فأرسلت الأدوية واللقاحات والمساعدات الطبية، وهذه الكلمة وفتحت حدودها بينما أغلق الآخرون. بالضبط. يعني والشيخ محمد في تلك الفترة قال كلمة مهمة حقيقة، قال نحن متضامنون مع الجميع، متضامنون إنسانيا. لذلك عندما نعود لبداية حديثنا، التضامن الإنساني هاي واحدة من سمات دولة الإمارات والتي تجعل الإمارات المكانة المتميزة في العالم، وهذا من فضل الله وفضل قيادتنا وأيضا الشعب الذي يعمل ويقف خلف القيادة. كنت معنا الأستاذ محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية،
وأيضا عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي والدولي. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، ودائما سعداء بوجودك معنا. شكرا لكم، مشكورين. الله يحفظك. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.